انما ناس فقيره وعند الله اغنيه، وناس بسيطه وعند الله عوليه، وناس عاملين مشايخ ومسكين سبح لكن في الاصل حراميه. واللي الاله يساعده ويحبه ويرضى عليه زي الاستاذ وائل يحبب فيه الناس على الدنيا. وانا طبعا شاعر شربين محمد ياسين معروف، وجيت على قناه المداح كتير. الاستاذ وائل راجل محترم، وبعدين معاه زوجه صالحه. نقول له اللي الاله يساعده من قلالكم بالطبع العادي اللي انا بقولها في اللي حتعرف. طيب الاستاذ وائل رحمه الله عليه لما سمع حضرتك عمل حضرتك ايه؟ قال لي تعالى لي، بس انا انشغلت ما رحتلوش والله، وجيت رحت قناه المديح برضه.